منظمة العفو الدولية تحذر من الخطاب المناهض للاجئين في النمسا. المستشار النمساوي يريد تطبيق التجربة الدنماركية في نظام المساعدات الاجتماعية. المحكمة الدستورية تلغي قانون تقديم المساعدات العينية لمخالفته مبدأ المساواة. الشرطة النمساوية تزيل لافتة من نافذة فندق وسط فيينا أثناء مظاهرات المناخ. انطلاق أولى نشرات أخبار النمسا الناطقة بالكردية على قناة الفجرات. وشاب نمساوي يزرع رقاقة إلكترونية في يده للتحكم. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور وضع اللاجئين في النمسا، مشيرة إلى الظروف اللا إنسانية وعدم كفاية المساعدات الاجتماعية. وأعربت المنظمة عن قلقها بسبب عدم احتراف بعض السياسيين النمساويين بحقوق الإنسان، وتطرق التقرير إلى انتقادات حول الإقامة المؤقتة لطالب اللجوء في الخيام وعمليات الإعادة غير القانونية على الحدود، مطالبة بتعيين أوصياء قانونيين لجميع اللاجئين القاصرين غير المصحوبين بذويهم. وعلق وزير الداخلية قرن غاضبا: أعتقد أن الأمور قد اختلطت على منظمة العفو، لأن هذا الوصف لا يتعلق بالنمسا. Es darf nicht passieren, dass die Politik sich hier einzelne Menschenrechte für einzelne Gruppen herauspickt und dafür dann andere vergisst. Menschenrechte müssen die Basis jeden politischen Handelns sein, mahnt die Organisation. يسافر المستشار النمساوي نيهاما متوجها إلى الدنمارك في الأيام المقبلة لدراسة التجربة الدنماركية لمنح المساعدات الاجتماعية. ويشيد نيهاما بالنموذج الدنماركي في التعامل مع اللاجئين وتقديم المساعدات الاجتماعية، ويصفها بأنها يحتذى بها، وقال أن النموذج له فوائد اجتماعية منفصلة في الدنمارك للأشخاص الذين لم يقيموا في الدولة لمدة 9 سنوات في السنوات 10 الماضية. كما أشار نيهاما إلى نموذج فورالبرغ للمساعدة الاجتماعية في النمسا، والذي يقدم المساعدة الكاملة لأولئك الذين يكملون دورة اللغة. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich etwas sage, was viele schockieren wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Österreich ist das Autoland schlechthin. ألغت المحكمة الدستورية النمساوية العليا قوانين الرعاية الاجتماعية الأساسية والحد الأدنى للرعاية بسبب انتهاك مبدأ المساواة. وكان يسمح للولايات بتقديم المساعدات غير النقدية، ولكن المحكمة اعتبرت ذلك متعارضا مع المبدأ الدستوري للمساواة. وأوضحت المحكمة أن هناك أسباب موضوعية لتغطية المساعدات الإضافية بالنقود، ويسمح حاليا بمساعدات شهرية تصل إلى 70% من مستوى الدعم. ويتوقع قانون فيينا تقديم الدعم بنسبة 75%، وهو ما يتعارض مع الحد الأقصى المحدد. واصل نشطاء المناخ في فيينا احتجاجاتهم ضد المؤتمر الأوروبي لصناعة الغاز، حيث أغلقوا الطريق أمام مصفات الغاز الأكبر في البلاد. وحاصر النشطاء مقر المؤتمر في فيينا ورفعوا لافتات تطالب بالتخلص من الوقود الأحفوري. وأكدت الشرطة إزالتها إحدى اللافتات المعلقة على نافذة المنتدى. وتأتي المظاهرات بعدما دعت منظمة السلام الأخضر الدولية إلى الاستغناء عن الغاز الأحفوري بحلول عام 2035 والاعتماد على الطاقات المتجددة. Wir brauchen jetzt einfach Gesetze, die klarstellen, EU-weit, da ist mit fossilem Gas ab 2035 Schluss. انطلقت مساء أمس الاثنين أولى نشرات أخبار النمسا الناطقة بالكردية على قناة إنفوجرات باللهجة الكرمنجية. ومن المقرر النشر أسبوعياً،
وقد قدم النشرة التجريبية شانا حسن ذات 21 عاماً من مدينة القامشلي السورية بعد تدريب دام أشهر إضافة لفريق الإعدادي والتنفيذ. وقال رئيس تحرير إنفوجرات المهندس أحمد مراد: نعمل على الانفتاح على العديد من الثقافات، وقد بدأنا مع الجالية الكردية وسنعمل على تعزيز هذه التجربة أكثر إضافة للعمل مع باقي الثقافات. جبو في كومبوني وفشان دنا نوروزي نافندا روشن بيري جواكي كردي لنمسا ونافندا رافندا كردستاني لفيينا وخوندن بلاف قربو. زرعت رقاقة إلكترونية في يد شاب من فيينا يمكنه من خلالها التحكم بالأبواب والهواتف المحمولة وتشغيل أنظمة الإنذار والدفع في السوبر ماركت. ويستخدم توماس أوربانيك رجل الأعمال البالغ من العمر 32 عاماً الرقاقة للتحكم في الوصول إلى شركته الأمنية ويدفع بها كبطاقة ائتمان. وحسب المختصين يعد استخدام الرقائق مريحاً بالنسبة لمرضى باركنسونز ديسيز الذين لا يستطيعون حمل المفاتيح بسبب الرعاش، وتبلغ تكلفة زرع الرقائق حوالي 200 يورو وتستغرق العملية بضع دقائق. فهل برأيكم سيقوم كل واحد فينا بزرع هذه الرقاقة قريبا مع ثورة الذكاء الاصطناعي؟ لنراقب ونرى. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، مساء سعيدة وإلى اللقاء.